بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 3000 رأس من العجول البرازيلية تصل للجزائر، حيث سوف أقرأ لهم سماعكم ورد في هذا الموضوع منقورا لكم من موقع النهار، حيث أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن وصول سفينة إضافية من المواشي إلى ميناء الجزائر. طبعا هناك مجموعة من الرؤوس العجل التي وصلت إلى الجزائر، وتعلق الأمر ب3000 رأس من العجول الموجهة للذبح القادمة من الجمهورية البرازيلية، وتأتي هذه العملية حسب بيان للوزارة اليوم أو يوم السبت، أو بالأحرى يوم السبت، في إطار عملية تزويد السوق باللحوم الحمراء المحددة بسعر 2200 دينار جزائري. بمعنى هذه اللحوم التي أتت إلى الجزائر، أو 3000 رأس من العجول التي أتت إلى الجزائر المواجهة للذبح، يقدر السعر هنا في اللحوم هذه العجول 1200 دينار جزائري، بمعنى 120 ألف بهذا المفهوم بالدارجة الجزائرية، أو بالسنتيم للكيلوغرام من قبل الشركة الجزائرية للحوم الحمراء. أشار البيان إلى أن عملية الاستيراد ستتواصل تحت إشراف وزارة الفلاحة عبر شحنات أخرى وبصفة منتظمة، ويأتي ذلك لضبط السوق وتمكين المستهلكين من اقتناء اللحوم الحمراء بأسعار منخفضة. وطبعا هذا ما يطلق عليه بالعرض والطلب، حيث أن عرض اللحوم بكثرة في السوق الجزائرية ستجعل من هذه اللحوم ممكن متناول الجميع إن شاء الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.